فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف في هذه الرواية على أمته من شيئين. الشيء الأول الأئمة، يعني القادة من العلماء المضلين أو من السلاطين. الأئمة يكونون من السلاطين ويكونون من العلماء، لأن الناس يقتدون بهم ويأتمون بهم، فإذا كانوا مضلين فإنهم يضلون أتباعهم، وهذا خطر عظيم. وما وقعت الفتن في هذه الأمة والشرور إلا بسبب هذا، بسبب اتباع الأئمة المضلين في كلا النوعين، في الأمراء وفي العلماء. والعلماء أخطر، العلماء الضالون أخطر على الأمة، لأنهم يزينون للناس المخالفات، والناس يثقون بهم لأنهم علماء، فيضلون من اتبعهم واقتدى بهم. فهذا فيه التحذير، كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، ولا يخاف إلا على شيء متوقع، وفيه التحذير من اتباع الأئمة المضلين. فلا يجوز أن تتبع إلا من تثق بعلمه وبدينه، أما من لم يكن عنده علم فلا تتبعه، كالمتصوفة والمتعبدة على جهل، أو العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، لا يعملون بعلمهم، وهم من المغضوب عليهم كما سبق. فيجب أن نحذر من هاتين الفئتين، العابد الجاهل والعالم الذي لا يعمل بعلمه، والعالم المغضوب عليه. فنحذر من هاتين الطائفتين.